الشاب الإيراني الذي مات في حادث سير عندما كان يسوق دراجته الهوائية. لقد فارق الحياة بشكل كامل وعاش تجربة اقتراب من الموت فريدة من نوعها. وما يميز هذه التجربة هي المحطات التي مر بها في العالم الآخر ووصفه الدقيق لمرحلة الاحتضار. تنقسم هذه التجربة إلى ثلاث مراحل: مرحلة الحادث ومرحلة الاحتضار، ثم مرحلة الخروج من الجسد والانتقال إلى العالم الآخر. ولكن قبل أن نخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس لكي تصلكم أروع التجارب. سائق محترف للدراجة الهوائية في عام 2013 في يوم ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، كنت أقوم بتمرينات على دراجتي الهوائية استعدادا للمشاركة في مسابقة الفريق الوطني للدراجات الهوائية. خرجت في ذلك اليوم كالمعتاد لكي أتمرن على دراجتي الهوائية، لكن إحساسا بداخلي كان يقول لي لا تخرج اليوم. لكنني مع ذلك كنت مصر على القيام بتلك التمارين. وبعد قطعي لمسافة كيلومتر سمعت رثاء في موكب عزاء بمناسبة استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، فتوقفت رغما عني بسبب ازدحام الموكب. كان الناس في الموكب يستغربون من مظهري، كنت ألبس خودة على رأسي وملابس رياضية زاهية الألوان، فكأنهم اعتبروا لباسي غير ملائم في ذلك اليوم، بينما كانوا هم يرثون ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. وبعد مرور الموكب أكملت قيادة الدراجة الهوائية على الطريق. ثم مرة أخرى جاء ذلك الإحساس بداخلي الذي يقول لي ارجع إلى المنزل، لكنني مع ذلك واصلت القيادة إلى مكان التمرين الذي يبعد عن منزلي 22 كيلومتر. وفي الطريق تعرضت إلى معاكسات من قبل أحد راكبي الدراجات الهوائية. شعرت بالإحباط من تصرفهم فقللت من سرعتي حتى وصلت إلى منطقة قريبة من مرقد السيدين ياسر وناصر عليهما السلام. فقررت أن أعود إلى مدينة مشهد من تلك المنطقة لأن معنوياتي أصبحت مهزوزة ولم يعد لدي المزاج للقيام بتلك التمارين بعد تعرضي إلى تلك المعاكسات. كنت أسوق الدراجة ببطء، وعندما وصلت إلى مفترق طرق بين مدينة مشهد ومدينة تركبه وبلدة شانديز، أخذت الطريق المتوجه إلى مدينة مشهد. ثم بعدها وصلت إلى مفترق طريقين، أحدهما يؤدي إلى منطقة كوثر وآخر يؤدي إلى منطقة وكيل أباد. كان علي أن أخذ مسارا مستقيما على الطريق، فقررت أن أزيد من سرعة الدراجة الهوائية حتى لا تزعجني السيارات التي تمر من خلفي. لقد انطلقت بسرعة كبيرة، لكن سيارة أجرة باغتتني من الجانب الأيمن واصطدمت بي. انحرفت خارج الطريق، وحسب ما قرأته في تقرير الشرطة لاحقا هو أنني قد وقعت تحت سيارة الأجرة التي داست علي ودفعتني إلى الأمام وأنا تحتها لمسافة 50 متراً، لأن السائق داس على البنزين بدل الضغط على المكابح فزاد من سرعته، مما أدى إلى دفعي لمسافة 50 متر وأنا عالق تحت السيارة. كنت منبطحاً تحت السيارة على بطني ووجهي، بينما كانت حقيبتي عالقة في الدعامات الأمامية للسيارة. لقد انسلخ وجهي بسبب احتكاك جسدي على سطح الطريق واحترقت ملابسي. وبعد أن سحبتني السيارة إلى الأمام لمسافة 50 متر، اصطدمت هاته الأخيرة بكتلة من الإسمنت المسلح، وبذلك أصبح رأسي ووجهي
مضغوطان بين دعامة السيارة وكتلة من الإسمان. لقد تهشمت الجمجمة وخرجت العينين من مكانهما. لقد كنت في حالة يرثى لها. كنت أشعر بألم شديد على مستوى القفص الصدري وضيق شديد في التنفس. لقد بقيت في وعي لعدة دقائق قبل أن تخرج روحي من الجسد. كنت أسمع الصراخ من حولي وأن بعضهم يبحث عن قنينة إطفاء لإخماد الحرائق. وبعد أن قاموا بإخراجي من تحت السيارة، أصيب بعض الأشخاص بالإغماء جراء منظر تهشم الكامل لوجهي. تزايدت أصوات صراخ الناس بعد أن شاهدوا الحالة الكارثية التي كنت فيها. لقد عرفت حينها أنني كنت قد شارفت على مغادرة هذه الحياة. كنت أسمع كل ما يجري من حولي، لكنني لم أكن أرى شيئاً. ثم أحسست أن بعض الأشخاص يلقون بعملات نقدية على جسدي، بينما كان البعض منهم يترحم علي. سمعت شخصاً آخر يحثهم على تلقين الشهادة، وآخر يقول لهم اتصلوا بالإسعاف. لقد كانوا كلهم يتحدثون كثيراً، حتى شعرت بالخوف والقلق الشديد جراء أصواتهم المتعالية حولي. أحسست بأنني سأموت، فنطقت الشهادة. ثم فجأة وفي لمحة بصر تغير كل شيء. دخلت في مرحلة الاحتضار. كان احتضاري صعباً وقاسياً جداً. كان احتضاري مليئاً بالعذاب والألم، ولحد الآن لا أجد تفسيراً ولا أفهم الحكمة من وراء تلك القسوة التي شعرت بها أثناء الاحتضار. فما إن نطقت بالشهادة حتى أحسست بقوة جاذبية تسحبني إلى الأعلى من منتصف الجسد، وبقوة أخرى تسحبني إلى الأسفل. كانت هناك حالة من الجذب والشد في جسدي، وكنت أتألم كثيراً جراء ذلك. كنت أشعر بألم هائل لا يمكن وصفه بالكلمات. كنت أشعر بألم شديد، كما لو أن المئات من المسامير الفولاذية كانت تخترق كل مكان في جسدي. ثم أحسست كما لو أن جسدي أصبح مثل الصوت. لقد كنت أثناء الاحتضار أضرب على الأرض مثل الصوت، وفي كل مرة كنت أضرب فيها على الأرض كنت أرى كل أعمالي وتصرفاتي القبيحة التي قمت بها في السابق، مثل الغرور والقسوة والتعامل البذيء مع الآخرين. كنت أرى أيضاً أعمال الخير التي قمت بها منذ الولادة إلى سن 20. كان كل شيء يمر أمام عيناي. لحد الآن لا أعلم ما الحكمة من هذا العذاب الذي عشته أثناء الاحتضار. وعندما كنت أضرب على الأرض مثل الصوت، كانت أجزاء مني تتقطع وتتناثر في كل مكان. لقد كانت لحظات الاحتضار مليئة بالألم ومليئة بالقسوة. كانت لحظات صعبة جدا. كل هذا عشته على مستوى الروح. أما الجسد المادي فكان ملقى على الأرض أمام الناس. قبل الحادث كنت أهتم كثيرا بمظهري الخارجي، وخلال الاحتضار رأيت رأسي مقطوع وموضوع في صالون الحلاقة الذي كنت أتردد عليه. كنت أرى نفسي في المرآة. كان رأسي مفصولا عن جسدي، وكنت أرى أن أحد قدماي قد سقطت في محطة الباص الذي كنت أركبه للذهاب إلى الجامعة، وقدمي الأخرى كنت أراها تدوس على دواسة الدراجة الهوائية. أما يداي فلا أتذكر المكان اللتان سقطتا فيه. فقط صدري هو الذي كنت أحس أنه لا يزال في موقع الحادث. فهمت بأن الرسالة من وراء كل ذلك هو أن الله تعالى كأنه يقول لي: لقد أعطيناك كل تلك الأعضاء لكنك لا تستحقها. كل ما تحدثت عنه منذ الحادث إلى هذه اللحظة هو فقط ما وقع خلال مرحلة الاحتضار، حيث أن روحي كانت لا تزال في جسدي. وفي نهاية هذه المرحلة شعرت كما لو أن الله سبحانه وتعالى يأمر ملك الموت بأن يقبض روحي. أحسست كما لو أنه سبحانه وتعالى يقول لملك الموت: هذا حامد عبدي، قد سلمته لك، كن رحيما به. وأنا كنت أقول في نفسي: لقد أذيتني كثيرا وعذبتني وأهنتني جدا، والآن أنت تقول له: كن رحيما بعبدي. وفي تلك اللحظة شعرت أن أحدا ذو مقام عال جدا يأمر شخصا أدنى منه مقاما، يقول له: كن رحيما به.
ثم في نفس تلك اللحظة استنشقت نفسا عميقا. كان استنشاق ذلك النفس يشبه رائحة زكية أو نسيما عليلا. كان ذلك الاستنشاق العظيم هو بداية خروج روحي من الجسد. لقد خرجت روحي من منطقة الصدر. كنت أرى نفسي واقفا خارج الجسد المادي على علو 4 أمتار. كنت أرى كل شيء من حولي، حتى وجهي الملطخ بالدماء وحقيبتي المحترقة. ثم رأيت شخصا يسرق أغراضي من الحقيبة من مكان الحادث. كنت أرى كل ما يفعله الناس من حولي في مكان الحادث. ورأيت أيضا والدي اللذان كانا يدرسان في مسجد الزهراء الذي يبعد عن موقع الحادث بحوالي 30 كيلومتر. كنت مطلعا على جميع تفاصيل حياة السائق وكل الناس التي كانت موجودة في مكان الحادث، حتى أنني عرفت بأن المرأة التي كانت تحاول إسعافي بالضغط على منطقة قلبي، عرفت أنها قد فقدت ابنتيها في حادث تسرب الغاز. ثم فجأة بينما أنا واقف خارج وفوق جسدي المادي، رأيت شيئا يشبه النفق. لقد كان نفقا كبيرا جدا، كان نفقا جميلا بشكل لا يوصف، وكان لونه أزرق فاتح، كان شفافا مثل زرقة الماء. كان ذلك النفق يشبه المجرة، وكانت بداخله مثل الكواكب والنجوم، حيث أن كل كوكب عبارة عن محطة من محطات حياتي السابقة قبل الحادث. كان في نهاية ذلك النفق نور مليء بجمال لا يوصف. خلال العبور بداخله كانت هناك محطات مختلفة من النور والألوان والجمال. وقبل أن أدخل في ذلك النفق اختفت مشاهد الحادث من أمامي، ورأيت كائنا نورانيا شديد الوقار. كان ذلك الكائن النوراني يقترب مني وكنت أنا خائف منه. فقال لي: أنا لن أؤذيك، أنا رحيم بك. لكن رغم ذلك كنت أشعر بالخوف منه، وعندما رأى أنني خائف منه جدا لم يقترب مني، بل ذهب باتجاه جسدي المادي. لقد عرف ذلك الكائن النوراني مدى تعلقي بجسدي المادي. كنت أحب جسدي كثيرا وكنت لا أريد مفارقة الحياة. فبدأ يمسح بيده على وجهي ورأسي. لقد كان ذلك الكائن النوراني يمسح بيده على وجهي المليء بالدماء. لقد أخذ يمسح على وجهي الذي كان محطما بالكامل. شعرت بالارتياح جراء ذلك. ثم حاولت الدخول مرة أخرى في جسدي لكنني لم أنجح. فسألت ذلك الكائن النوراني: من أنت؟ وكيف جعلتني أشعر بالتحسن؟ وعندما قلت له من أنت؟ قال: أنا كل شيء. سألته: ما اسمك؟ قال: كل الأسماء. سألته: أين أنا؟ فقال: أنت في كل مكان. ما الذي أعرفه أنا؟ فقال: أنت تعرف كل شيء. لماذا لا أعلم شيئا؟ فقال: بل أنت تعلم الكثير. فسألته: هل أنت رب العالمين؟ فقال: لا، لست أنا رب العالمين. ثم قال: أن الله أرحم الراحمين ولن يعذبك بالنار. فقلت له: يعني أنا لست من أهل جهنم؟ فقال: بل كل أعمالك السيئة هي جهنم. فقلت له: هل سأذهب إلى الجنة؟ فقال: فقط كل أعمالك الصالحة هي الجنة. ثم سألته: إلى أين ستأخذني؟ فقال: سآخذك إلى كل مكان. وبعد هذا الحوار مع ذلك الكائن النوراني ذهبت معه في رحلة، ودخلنا داخل ذلك النفق النوراني. كانت تلك الرحلة داخل ذلك النفق مليئة بالجمال والسعادة والطمأنينة والحب. لقد كانت لحظات جميلة جدا عشتها داخل ذلك النفق، حيث عرفت أنني لا أريد العودة إلى ذلك الجسد. كانت رحلة مليئة بالنور والحب. أخذني ذلك الكائن النوراني إلى أول محطة من حياتي. رأيت مشهد من حياتي عندما كنت في العاشرة. كنت في حسينية باسم حسينية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كان هناك رجل كبير في السن خرج من الحسينية، كان قد أضاع حذاء وكان يبحث عنه. كل ما فعلته هو أنني أحضرت له حذاء ووضعته أمام قدميه. فقال ذلك الرجل المسن: سلمت قدماك أيها الشاب. ثم رأيت في المشهد كل التفاصيل التي تحيط بصناعة ذلك الحذاء. فرأيت حياة البائع الذي اشترى منه الرجل المسن ذلك الحذاء.
لقد كان ابن ذلك الرجل المسن هو الذي اشترى. ثم رأيت حياة بائع الأحذية وهو يصنع ذلك الحذاء مع أفراد عائلته. كانوا يصنعون الأحذية في منزلهم، وكلما ينتهون من صناعة حذاء كانوا يشعرون بالسعادة جراء ذلك. فأخبروني أن الملائكة كانوا ينزلون على أفراد تلك العائلة ويفرحون أكثر من فرحهم بإكمال ذلك الحذاء. ثم تقوم الملائكة بتقبيل أيدي أفراد العائلة حتى الأزهار في بيت عائلة صانع الأحذية كانت تفرح لفرحهم. لقد كنت أرى في ذلك المشهد جميع خلايا تلك الأزهار وكيف كانت الطاقة تنتشر في خلايا الأزهار من شدة الفرح والسعادة. ثم بعد انتهاء هذا المشهد رأيت مشهداً آخراً. رأيت نفس الرجل المسن يبحث عن حذائه، وعرفت أنه كان يفكر كيف يمكنه أن يجده وهل سيذهب حافي القدمين إلى المنزل. لقد كان الرجل المسن يحس بالحزن والهم لفقدان حذائه، ولكن عندما وجدت حذاءه وأحضرته ووضعته أمام قدميه ذهب عنه كل ذلك الحزن. عندما قال لي سلمت قدماك أيها الشاب، كان هذا الدعاء له تأثير كبير على ما سيحدث معي بعد ذلك، حيث أنهم أخبروني أن ذلك الدعاء كان سبب الإنقاذ من ثلاث حوادث وقعت عندما كنت أركب الدراجة، وحادث آخر عندما سقطت من أعلى شجرة، وفي إحدى المرات وقع لي حادث وكان من المفترض أن تبتر قدمي، لكنهم أخبروني بأنه بسبب دعاء الرجل المسن لم يصبني أي مكروه. عندما وضعت الحذاء أمام قدمي ذهب عنه الحزن والهم، وعندما ذهب إلى بيته شاهدته يدعو لي، ودعاؤه لي ترك أثرا كبيرا في حياتي. ثم بعد هذه المحطة أخذني الكائن النوراني إلى محطة ثالثة، حيث رأيت نفسي أرتدي لباس سباق الدراجات في شارع السجاد في مدينة مشهد. كانت إشارة المرور حمراء، وكانت هناك سيارة حديثة واقفة، ثم كان طفل صغير يخرج رأسه من فتحة سقف السيارة. قمت خلال هذا المشهد بملاطفة الطفل وإضحاكه، فأخذ الطفل يضحك ويهتف وهو يركب على أكتاف أبيه وأمه، كان يشير بأصبعه، فضحكوا جميعا. ثم ذهبت تلك السيارة وأنا أكملت طريقي وانتهى الأمر. ولكن عندما عرضوا علي تفاصيل هذا المشهد أخبروني أن ذلك الطفل الذي أضحكت في ذلك اليوم كان والداه على خلاف وكانوا على وشك الطلاق. فرأيت أن ذلك الرجل بعد هذا الحادث توقف عند بائع الورد واشترى وردا لزوجته. بسبب إضحاكي لطفل قدم الزوج الورد لزوجته وقال لها سأعمل جاهدا لإسعادك. لقد تحسنت علاقتهم وكانوا يعرضون علي هذه اللحظات الجميلة وقالوا لي يا حامد، بابتسامتك الصغيرة صنعت لنفسك جنة بلا حدود. ضحكة الطفل جعلت الأب والأم يتصالحون ويحبون بعضهم البعض من جديد، حتى أنهم عرضوا علي مستقبل الطفل. رأيت الطفل عندما كبر كان كل عمل صالح يفعله ذلك الطفل كنت أجاز بمثله، لدرجة أن كل تصرفات الزوجين كانت تنعكس بشكل متسلسل على كل من حولهم، وكان تأثيرها الإيجابي يمنح لي. وأنا الآن حتى بعد عودتي من التجربة أداعب الأطفال وأشتري لهم الشوكولا رغم أنهم يخافون من شكل وجهي. لقد كان وجهي مخيفا جدا، لكنني والحمد لله بعد أن قمت ب18 عملية جراحية أصبحت بحال أفضل. وعندما انتهيت من هذه المحطة انتقلت إلى محطة أخرى. كان كلما أصل إلى مكان داخل ذلك النفق يعرضون علي جزءا من حياتي ثم يتوسعون في التفاصيل. كان الأمر مثل شريط سينمائي، ترى كل شيء يحيط بذلك المشهد، حتى كل الأشخاص الذين ساهموا من قريب أو بعيد في ذلك المشهد. كانت إحدى المحطات صعبة ومؤلمة. خلال تجربتي كان هناك صاحب دكان في شارعنا، لقد توفي صاحب ذلك الدكان بعد عدة أعوام. كان عمري آنذاك حوالي 9 سنوات. لقد قمت أنا وصديقي بسرقة رقائق البطاطس من دكان ذلك الرجل
أحسست أن كل حبة بطاطس سرقتها وأكلتها في ذلك اليوم كانت تنزل من حنجرتي بصعوبة وألم شديد، وكان نزول رقائق البطاطس في حنجرتي يولد لدي شعوراً بالإشمئزاز وشعوراً بالتقيؤ، ويخلق خللاً في وظائف حنجرتي خلال ذلك المشهد بسبب أكلي لرقائق البطاطس المسروقة. لقد شعرت بالخجل من نفسي، وتمنيت لو أستطيع الهروب لآلاف الكيلومترات من مشهد سرقة رقائق البطاطس وأن لا أرى ذلك المشهد أبداً. ثم رأيت صاحب الدكان الذي كان قد فارق الحياة منذ زمن. لقد كان يقف أمامي بعد رؤيتي للمشهد، قام بإعطائي كل مشاعره السلبية. لقد قام بمنحي كل صفة سيئة وكل ذنب أو عمل سيء قام به ذلك الرجل، ثم أخذ مني كل شيء جميل أعطوه لي ومنحوه لذلك الرجل. استمر هذا المشهد في التكرار حتى تحول وجه ذلك الرجل الحزين إلى وجه سعيد مبتسم. ثم رأيت أرواح أخرى، كان كل واحد منهم منشغلا بنفسه لا يكترث بعضهم لبعض، وعندما نظرت إلى تلك الأرواح رأيتهم في حالة سيئة مثلي، ما عدا ذلك الشخص صاحب الدكان هو الوحيد الذي كان سعيدا مبتهجا. كنا كلنا نتألم من العذاب، لم يكن العذاب عذاب النار، ولكن كنا نتعذب من سوء أعمالنا، كان عذابا نفسيا. كنا نتعذب بسبب جهنم التي صنعناها بأنفسنا من أجل أنفسنا. ما عدا صاحب الدكان كان سعيدا جدا. ثم سألت الكائن النوراني، قلت له لماذا هو مسرور إلى هذه الدرجة؟ ثم عرضوا علي موكب العزاء الذي كان يقدم الطعام المجاني للناس. كان نفس الموكب الذي مررت عليه عندما كنت أقود دراجة الهوائية. كان يقف ابن صاحب الدكان، ثم قالوا لي أن هذا الابن يعمل الخير الكثير لوالده، كان يسعد روح والده بالإكثار من الصدقات وتقديم الطعام المجاني للناس. فصرخت إلى الله تعالى فقلت، إلهي ارفع عني هذا العذاب، أزح عني هذه الآلام، أريد أن أكون سعيدا مثل هذا الرجل. أعدك إلهي أنني سأقيم موكب طعام مجاني في كل عام. وعندما قلت ذلك وعاهدت الله سبحانه، ذهبت عني جميع الآلام وأزيح عني العذاب، وشعرت بالطمأنينة والسكينة، شعرت بشعور جميل جدا. ثم وضع الكائن النوراني يده على كتفي وقال لي، اذهب واعمل ما عاهدت الله عليه. وفي تلك اللحظة عادت روحي إلى جسدي ودخلت فيه من منطقة الصدر، ثم لم أرى بعد ذلك أي شيء يتعلق بالعالم الآخر، فعرفت أنني قد عدت إلى الحياة. عندما رجعت إلى جسدي أحسست برجل يقوم بقلبي على جنبي، فخرج كل ذلك الدم من فمي وأحسست أن كل الآلام قد خرجت مع ذلك الدم. ثم قام الناس بإيقاف سيارة إسعاف كانت في طريقها لإسعاف شخص آخر، ثم أخبروا قسم الإسعاف بإرسال سيارة إسعاف أخرى إلى ذلك الشخص. كان أحد المسعفين قد فقد الأمل في نجاتي، وأمره شخص آخر بالإسراع إلى المستشفى. وخلال فترة الذهاب إلى المستشفى كنت أدرك كل شيء وأسمع كل ما يحيط بي، وكنت مطمئن بأنه لن يحصل لي أي مكروه. عرفت أنني لن أموت، كنت فقط خائف أن يراني أبي وأمي في تلك الحالة، رغم أن الأطباء كانوا يعتقدون أنني لن أعيش وكانوا يقولون ذلك لأبي. كنت على يقين أنني سأعيش وأنه ثم منحي حياة أخرى، لذلك كنت في غاية الإطمئنان. وبعد هذه التجربة مع الاقتراب من الموت أصبحت لا أخاف من الموت، أنا أخاف فقط من أعمالي السيئة، أصبحت أخاف فقط من العذاب الذي أصنعه لنفسي.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.